القناة الرياضية المغربية تهكات البارح. قبل ما نعرفوا البلان ما تنساش لايك وفولو باش ديما نبقاو نحطوا في حال الفيديوهات. البارح كلشي كيتفاجئ ان القناة الرياضية في اليوتيوب اللي تابعة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تهكات، وهادشي اللي كيتعتبر إهانة التلفزة المغربية. الهاكر اللي ضل عشان وغالبا ماشي واحد، هما مجموعة بدلوا السمية الميكرو استراتيجي وبدلوا ليها صورة البروفيل وحيدوا ليها الفيديوهات كاملة وطلقوا هاد اللايف على الكريبتو. كيفاش مشات لهم؟ مؤخرا طرا نفس هاد البلان اليوتيوبر فاروق لايف، غالبا واحد من لي زادمي اللي عندهم اكسل شين كليك على شي سيت ولا تيليشارج شي حاجه اللي فيها شي تروجان اللي كيضرب القنوات الكبار في اليوتيوب. الا كان هذا الادمين عنده غير اكسل اللي خفيف بحال اللي وقع الفاروق، غالبا غيكون حط الفيديوهات بريفي. بما انه ما زربوش وحيدوا ليه الاكسي، يعني الهاكر غتبقى عنده لاشين حتى ترجعها لهم الشركه اليوتيوب شخصيا، وهذا الشيء اللي كيحاول يعاون فيه امير رغيب من خلال الستوري اللي حط في الانستغرام.